وزير الصحة يهدد إما جواز تلقيح أو الحجر الصحي. خاطب وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أي طالب المغاربة بلهجة تهديدية، وذلك خلال محاولته الدفاع عن قرار فرض جواز التلقيح على المغاربة من أجل التنقل وولوج الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة. أي طالب وفي تعقيبه على مداخلة النواب البرلمانيين في جلسة للأسئلة الشفوية التي انعقدت يومه الاثنين 25 أكتوبر الجاري وبلهجة متعالية، خير النواب بين جواز التلقيح أو العودة إلى الحجر، وأنه إن تمت العودة للحجر وهو أمر صعب ستتعالى أصوات البرلمانيين منتقدة ومتسائلة عن سبب عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية قبل الوصول للحجر، معتبرا أن هذا الجواز هو ما سيمكن من إعادة إنعاش الاقتصاد ومنع حصول بؤر وبائية وعائلية وحتى سياسية. الوزير ذاته اعتبر أن قرار فرض جواز التلقيح قرار صائب 100%، وهو تحصيل حاصل لما وصل إليه المغرب من نسبة كبيرة في عدد الملقحين التي نهزت 24%، مشيرا على أن أطر وزارته وأعضاء اللجنة العلمية أصبحت لهم من التجربة ما يكفي لفهم الوضع وكيفية التعاطي معه.